بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نريد بإذن الله تعالى أن ندرس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. جنوكي نوع في عبوان بيوغرافي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا ندرس السيرة؟ أكوز نبيس عبوان بيوغرافي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. لأن العبادة لا تقبل إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص، ولهذا ندرس التوحيد. الشرط الثاني المتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ندرس الفقه والسيرة. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قدوة هذه الأمة، فلا بد أن نتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقتدي به. نبيزا كونك بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم يان ليكزامبل يان موديل بو سا أمة، سي بو سا نبيزا برون سون بايوغرافي دي فاصون كي بو نو كاباب سويفري. الأمة الإسلامية لابد أن تعرف نبيها عليه الصلاة والسلام، لأننا سنسأل عنه في قبرنا عليه الصلاة والسلام. جنو أمة سا أمة أمة إسلامية نبزاكم بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم أكوز بوغاي ديماندي كونسيرنان لي دانو لاتون